أولى تقاريرنا لليوم سلمى مع معلومات ممكن نكون بنعرفها وممكن نكون نتعرف عليها لأول مرة بالتقرير التالي. بكل يوم معلومة جديدة ويمكن غريبة رح نتعرف عليها. هل تعلم بأنه أول 3 ثواني بعدما تستيقظ من النوم تكون فاقداً للذاكرة؟ وهل تعلم أنه بعد 5 دقائق من الاستيقاظ ننسى 50% من الأحلام التي كنا نحلم بها أثناء النوم؟ وهل تعلم بأن الخوف يسبب ضخ كمية من هرمون الأدرينالين في الجسم؟ هذا الهرمون كثرته سامة. وهل تعلم بأن الأشخاص الخجولين هم الأذكى والأكثر جدارة بالثقة؟ أخيراً، هل تعلم أنه غالباً وبمجرد ما يبدأ الشخص بالبكاء يبدأ عقله باسترجاع جميع الذكريات المؤلمة من ما يزيد بكاءه عليها؟ نور، رح اروح لتاني محطة من محطاتنا. يمكن الإبداع والفن هن مو بس تعبير عن الحب والجمال، أيضا ممكن يكونوا تعبير عن صوت ما نعانيه من ألم، من غضب. كيف تجسد هذا الشيء بطريقة مختلفة؟ رح نتعرف أكيد على هذا الخبر وغيره من الأخبار ضمن جولتنا المنوعة. جولتنا المنوعة أخبارها على إيقاع الفن بجماله وإبداعه، ومنبداها من تجربة تحول فيها الألم إلى إبداع وقوة على تجاوز المحن. الفنانة المصرية أمل صلاح استطاعت التغلب على حزنها لفقدان والدتها بعد تجربة مريرة مع مرض السرطان من خلال أقراص الدواء يلي كانت علاجها، ويلي تحولت بين إيدين أمل إلى لوحات فنية عبرت فيها عن الحزن، الألم، والأمل بأن تستمر الحياة. من سنة والدتي توفت، وهي قعدت فترة عيانة، عيت فجأة وعيا مكثف، يعني قعدت كتير بقى في الانتنسيف كير. لقيت ان انا الفترة دي انا كنت خلاص يعني حاسة ان انا مش هعرف اخرج من اللي انا فيه. من الحاجات اللي كانت خدتها من حاجاتها، انا مكنتش راضية ارمي اي حاجة ريليتد لحاجاتها، كان الأدوية بتاعتها. وانا بعمل حاجات بالادويه لفت نظري الانتشارات اللي جوه الادويه، ان كل حاجه مكتوب فيها جمله، يعني جمل في كلام. عايزه عجبني الفونت بتاعهم، ان الخط صغير قوي جنب بعض ما بيبانش، في خط كبير قوي، في كلام بيبقى كبير قوي، فعجبني الشكل. مكفيين مع الفن، وإلى بيروت وحكاية فندق الفحم الصغير الذي كان يستعد صاحبه إلى افتتاحه، لكن تفجير المرفأ حول المكان إلى غاية أخرى. فركام الشرفات والأجنحة الناجم عن التفجير تحول إلى قاعات مفتوحة للزوار، يمكنهم من خلالها أن يروا عبر أكثر من 100 عمل فني لفنانين لبنانيين وعرب، لوحات فنية، تركيبات ومنحوتات توثق التفجير والحروب التي شهدتها مدينة بيروت بإبداع أكثر من 60 فنان، ليكون هذا المكان بمقتنياته شاهداً على حجم الألم الذي أصاب مدينتهم. الختام في العراق، حيث تحولت البراغي والخيوط من مجرد أدوات بين أيدينا إلى لوحات بغاية التقانة والاحتراف بين يدي الفنان العراقي سعيد الهويدي،
فبتركيز كبير كما نرى استطاع الفنان العراقي الشاب أن ينجز أعمال فنية وبورتريهات بغاية الدقة والبراعة وفق أسلوب فن الخيوط أو الفيلوغرافيا كما يطلق عليه. قدرت أوصل لهذا المستوى، يعني أكثر من 100 لوحة مارستها وفشلت فيها إلى أن الحمد لله وشكر وصلت للمرحلة اللي اتقنت هذا الفن. هذا الفن على مستوى العالم نادر الوجود، الفنانين قليلين جدا، أما على مستوى العراق فما متوفر نهائيا. سلمى، التحدي والإرادة هو هزيمة أي مرض، فكيف إذا كان مرض السرطان؟ بدأ الشهر الوردي وبدأت معه حملة التوعية الكبيرة اللي بتقوم سنويا لأهمية الكشف المبكر عن السرطان. يعني بعتقد سنويا تختلف الأحصائيات مع أهمية الكشف المبكر من خلال حملات التوعية عبر وسائل الإعلام، عبر جميع المحطات المرئية والمكتوبة. اليوم رح نحكي أكثر عن الشهر الوردي، الأنشطة اللي بنسلط عليها الضوء مش فقط خلال العام، سنويا كمان في شهر عم يكون بجميع المحافظات هي الحملة. لنحكي أكثر عنها معنا عضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان أخصائية الأورام الدكتورة مها مناشي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سوريا، وصباح الخير لكل السيدات، ورح نضيف السنة كمان الرجال لأنه أكيد صار في نسبة إصابة للرجال. صحيح. وبنقول أهلا وسهلا فيكم بالشهر الإنقاذ الإنساني، الشهر الوردي. أكيد. يسعد صباحك أهلاً. دكتورة مها، يعني كل سنة بيكون لنا هيك محطة خاصة مع حضرتك بهذا الشهر. صحيح. الوردي مساحة كبيرة من التوعية، وإن شاء الله نكون سنة عن سنة عم نحصد نتائج متميزة ومختلفة عن السنوات السابقة. خلينا نبلش ونحكي أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، باعتباره ممكن يكون يعني شيء كتير مهم لأنه السيدات تشفى باكرا منه. صحيح، هذا موضوع الكشف المبكر كتير مهم. إذا عطينا نسب إحصائية قبل 40 واحدة من تقريبا 2500 مرأة تصاب، بعد 40 باتجاه 70 النسب بتزيد كتير، وحدة بتصير وحدة من 20 أو وحدة من أصل 10، والنسب بالإجمال ككل هي وحدة من كل 8 سيدات. هلأ ليش نحن بنختار سن 40؟ لأنه النسب بلش أكثر مع هالعمر. بدنا نقوله أنه الكشف المبكر، معرفة الآفة وهي صغيرة، هي أكيد إنقاذ وشفاء، هذا مو حكي. وشهر التوعية هو لنوصل هالرسالة كل سنة للسيدات، لا تخافوا، الكشف المبكر الحقيقة هو بداية حياة جديدة وشفاء. لما يكون عندها الثقة والإيمان بتنقلها السيدة لعائلتها وكل معارفها. وأنا برأيي مع الوقت مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان اللي تعنى بالسرطان من الألف إلى الباء، من الكشف المبكر للوقاية لإنقاص معدلات الوفيات والإصابات، مع الحملات التوعية المتكررة، يجوز السنة ما قدرنا بسبب الكورونا، بس نحن واثقين أنه إلى الأمام رح ناخد يعني سيدات أكبر. هذيك السنة أخذنا 38 ألف سيدة، يعني رقم كبير، وبدي أقول أنه الأرياف شاركت برقم كتير مهم من سيدات هذا الأرياف. هذا اللي كنا عم نحكي تحت الهواء. أي دكتورة، قديش مهم حملات التوعية، يعني قديش مهم اليوم عبر وسائل الإعلام عم نحاول نركز بشكل كتير كبير عبر جميع المحطات، فينا نقول إن كان مكتوبة أو مرئية أو عبر الإذاعات، لا أهمية الوعي بهيدا المرض والكشف المبكر. قلنا هاي السنة ما في إحصائيات بسبب الظروف الصحية، بس إذا بدنا نرجع بما أنه حضرتك عضو باللجنة للسنوات السابقة، قديش اختلف معكم حتى الإصابة؟ يعني لما نقول في إصابات كانت إضافية بس انشفت، يعني في تراجع بالأرقام من خلال الكشف المبكر عن السرطان. ذكرتي عدة نقاط مع بعضها. بدي أقوله أنه الكشف المبكر يعني هي السيدة بتجي ما عندها عرض، عشوائية، بتختلف من السيدة اللي حاسة بكتلة أو تبدل. تماماً. فالكشف المبكر هو موجه للسيدات والرجال اللي بالأصل ما بيعرفوا أي عرض عندهم. هلأ مع الحملة 2019 اللي صارت، رقم كبير من السيدات راجعنا، ومثل ما قلنا من سيدات الأرياف اللي كان بالأصل نحن نقول عندهم نسبة الوعي أقل،
هلا كشفنا تقريبا 700 حاله كانت مشتبهه، الحالات الاقل هن اللي كان فيهم اصابه. نسبنا بسوريا هي مثل النسب العالميه، ما أنا اعلى من النسب العالميه، بس كشفنا اصابات كثير بحجم صغير نص سنتي لسنتي. هدول بالطب نسب الشفاء فيهم ما بدي اقول 100%، بتقولوا الاطباء عم يزاودوا، بس الحقيقه نسبه الشفاء فيهم فوق ال 95%. فتخيلي انا سميته فعلا شهر الانقاذ، لان كم سيده تم انقاذها. وانا برايي مع الوقت كل ما زادوا عدد السيدات وبنعمل احصاء رح نكون اكثر ثقه، اكثر ايمان، واكثر تحدي لما تيجي هالسيدات بتقول نحن من حملات الكشف المبكر طبنا. يعني هذا بيعزز اهداف الحمله على مستوى سوريا ومستوى العالم. الحقيقه الكشف المبكر لما بنقول شفاء يعني شفاء، وبرد بقول الكشف المبكر هو للسيدات اللي ما عندهم عرض، يعني نحن كشفنا لسه قبل ما بتحس، يعني بتكون الكتله كثير صغيره بشكل دوري من خلال كثير طبيعي، يعني كانك عم تشيلي وحمه وخلصنا. فهذا الهدف النبيل، بنحب هالفكره توصل لكل السيدات ويتشجعوا بكل ثقه وايمان، وما يقولوا ها هلا كشفوا لنا الاطباء مشكله، ما بدي يروح على الدكتور، بصير بقى بده ياخذ خزعات وبدي يصير اخذ معالجات. هالتفكير السلبي هو تفكير غلط، لانه حقيقه الافه كل ما كانت صغيره كل ما حملت معها شفاء وحياه وعائله وام سالمه فوق راس عيلتها، موظفه عم تتابع عملها، استاذ الجامعه عم تمارس مهنتها. يعني رد نقول أكيد. شفاء وحياة أكيد. يعني دكتورة مها، كمان بعض المفاهيم الاجتماعية بيكون في عندكم بهذا الشهر ضخ كتير كبير من المعلومات على كل السيدات اللي بيكون بتيجي على المراكز لعندكم لتخضع للكشف المبكر. صحيح. قدي عم تشوفي في اختلاف مفاهيم الاجتماعية، قد ايه بلش شوي بعض المفاهيم القديمة اللي كنا نسمع عنها، هذاك المرض لا ما تروحي، لا بكرة ممكن يحكوا على عيلتك من هي القصص، لا بخاف، قد ايه صار في تراجع بهذا يعني الشيء؟ يعني الحقيقة رح تتفاجئي قد ايه فرق. كنا من زمان وقت نعمل حملة التوعية تيجي السيدة بالسر أحيانا خايفة، يعني أو على الصعيد الفردي، أو يعني قبل ما تاخذ هالانتشار حملات التوعية بهالشيوع هذيك السنة واللي قبلها، يعني باهتمام ورعاية كبيرة من السيدة الأولى. يعني هلأ صرنا نلاقي السيدات يجوا، كل وحدة جايبة مع تلة وكوكبة من سيدات الحارة، المنطقة، الرفقة، الجيران. هذا بيعطيكي قديه تغير الوعي، وأحيانا بتلاقي اختلفت، ولما بتلاقي كتلة وطابت أو أنه يلا هي بدايتها في نساء زلغطوا. يعني طريقة التعبير عن الفرح وحب نشر المعرفة أكيد كتير فرق. اختلفت السيدة من سيدة مخباية لسيدة تتحدى وواضحة وحابة طيب، يعني عرفتي علي شلون؟ فأكيد عم نلاقي فروق، وأكيد حملات التوعية إلى دور كبير بهالموضوع. وأكيد الكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلينا نحكي يمكن بكتب لها للسيدة حياة جديدة، فكتابة حياة جديدة هي بإيد المرأة من خلال التوجه بشكل دوري للكشف والوقاية من هيدا المرض. خلينا نحكي عن المراكز المعنية، لأنه سنوياً عم نشوف في توسع بدائرة المراكز، عم تحاول تشمل جميع المناطق في المحافظات في الأرياف. سابقاً ما عم نشوف هيدا العدد، عم نشوف بشكل توسع دائم المراكز المعنية بالمحافظات. هلأ مثل ما حضرتك قلتي نحن في توسع دائم، بدنا نعتذر شوي السنة بسبب ظروف الكورونا، بس إجمالاً مراكز وزارة الصحة وزارة التعليم العالي مفتوحة بكل المحافظات. مثلاً بدمشق مشفى البيروني بيعملها كلها مجاناً، عندك مشفى ابن النفيس، مشفى الزهراوي، مشفى بحمص، المشفى الباسل، باللاذقية مشفى تشرين الجامعي، بالمشفى الوطني بحما، المشفى الوطني بالسويدة. في مراكز كبيرة تتلقى كل هالسيدات مجاناً بشان تضل الحملة بهدف النبيل ما بتوقف. طبعاً بدنا ننظم الدور، بدنا ناخذ مواعيد، بتعرفي إلى إجراءات الوقاية والتعقيم، وين ما بنروح كماماتنا معنا. هلا مثل ما شايفة كمامتي والمعقم تبعي مشان ما انه خلصنا منهم حطيناهم على جنب مشان اللقاء، وين ما بنروح اساليب الوقاية الأولية من كل شيء موجودة معنا، والسيدات أكيد بيلتزموا بهالشيء، والمراكز كلها متوفرة مجانا، لأن الهدف النبيل لا يتوقف. صحتك تهمنا، هي لكل السيدات يعني ومن القلب. أكيد. دكتورة مها، يعني كل سنة بيكون في عندكم حملة مثل ما حكينا توعية ومراكز موجودة، حضرتك ذكرتي هلأ المراكز الموجود فيها، ضمن طبعا رح يكون جدول وتنظيم معين. صحيح. طيب الناس اللي
اللي بدها تعرف، وخصوصا نحن هلا لساتنا ببدايه الشهر الوردي. صحيح. رغم كورونا كيف ممكن الاجراءات لهي تتوجه السيده للمشافي؟ هل في اوقات معينه عم تعلنوا عنها مثلا على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي او شو؟ هي الحقيقه مثل ما قلنا هالمراكز، تعرفي اللجنه الوطنيه للتحكم بالسرطان حطت مونتاج صغير على التلفزيون بكل المحطات قديش شو هدف الحمله، انه سيده من كل 8 سيدات تصاب الكشف المبكر انقاذ، وحطوا اسماء المراكز. هلا انت ما راحوا بدوام الدوله من 8:30 للوحده الكل متواجد، قسم الجراحة، قسم السرطان، حسب هل هو مركز أم عيادة أم شعبة ضمن مشفى، وين ما راحت السيدة الكل يعنى بها. مثل ما قلنا هو هدف مقدس ونبيل، ما حدا أبدا حيوقف قدام الكشف المبكر، رح تلاقي الكل متعاون. تراجع الإدارة إذا صار أي خلل، أحيانا بصير خلل يعني دور انتظار شغلات، كله بيتسهل لانه مثل ما قلنا كلنا كلياتنا نعنى لتحقيق هذا الهدف النبيل للسيدات. يمكن في كثير من الحالات بيكون في عندهم حالات بالعيله بخافوا يتوجهوا للمراكز ويعملوا كشف مبكر، قديش مهم في حالات ضمن العائله توجه لو كان بعمر صغير؟ يعني نحن ذكرنا بالأربعين، إذا كان في حالة للأم أو لحدا من الأقرباء يجب التوجه لو كان بعمر الصغير أصغر سنا. صحيح، لفتي انتباه لموضوع كتير مهم. في فرق بين القصة العائلية والقصة الوراثية. صحيح. في فرق اثنين. منيح، يعني القصة الوراثية المثبتة هي 10% تقريبا. لأن بيكون فيها طفرة الجينة، فنحن لما بنلاقي بالعيلة كتير إصابات، العمات الخالات البنات، هدول بنقول عنهم قصة عائلية، بس لنسبة انها وراثية لازم نعمل هي الطفرة. وقت بتكون الطفرة ايجابية بتصير الاساليب المراقبة والمتابعة اقوى. بتصير مثلا كل 6 شهور بعمر ابكر من الخمسة نعتبر متابعة بحسب امتى بحسب. العمر الابكر اللي صار فيه سرطان اصغر عمر بنبدا منه من العيلة، وفي بقى نصائح تبع تفريغ الثدي او اجراء رنين بشكل دوري، يعني مثل ما عملت انجلينا جولي. اما القصص العائليه اللي هي مانا وراثيه كمان بتاخذ نفس الشده من الاهتمام، بس ما بيصير فيها بقى نصائح مثل تفريغ الثدي، ما بيكون كثير استطباب الا اذا الرغبه من السيدة أبدتها يعني. فالقصص العائلية غير القصص الوراثية، ومثل ما تفضلتي أكيد بنبدأ بعمر أبكر، من أبكر عمر عندهم إصابات بالعائلة. هلأ وسطين بنبدأ من 30-35. نعم. كمان دكتورة خلينا نتوجه بنصائح لغير السيدات أو الصبايا اللي ممكن يكون عندهم شيء وراثي أو شيء عائلي. صبية عادية بأي عمر لازم بلش أنا أعمل إجراء فحص؟ حتى بالبيت في إجراءات دائما أنتوا كنتوا ترجدوا وتحكوا عنها اللي هي الكشف اللي المنزلي اللي ممكن تعمله أي صبية. شو المؤشرات اللي بتدفعنا اليوم لحتى نحنا نبلش نعمل فحص بعدين نتجه للفحص بالمشفى او بالعياده؟ شكرا. هلا سؤالك له شقين، شو بنعمل بالاول، شو الاجراءات الروتينيه، وشو الاعراض والمظاهر السريريه؟ هلا من سن ال20 تبدا الصبيه تتعلم تفحص حالها. من سن ال20 باليوم الخامس السابع للدوره الصبيه بدها تتعلم تفحص حالها، تتامل الثدي، تتعلم تجس الثدي بشكل دائري او افقي حول الحلمه، المنظر، الحجوم، اللون، تتعلم تعرف حالها شو هي، مشان لما يصير اي تبدل هي دغري بتلاحظه. بس عم نشوف كمان باعمار صغيره مش فقط، ولذلك بالوقت يعني بالعشر سنوات الاخيره في اعمار واستضفنا سيدات ب 27 26. ولذلك قلنا من عمر ال20 بتبلش كل شهر تفحص السيده بتفحص حالها او الصبيه. مراجعة الطبيب الدورية بهالعمر من 20-40 كل سنتين. تمام؟ إذا لاحظ الطبيب أو هي لاحظ أي شيء بنبلش نعمل الإيكو. فهي الإجراء فوق 40 الماموغرام سنوي. فالكشف المبكر يتضمن الفحص الذاتي الشهري، وإذا كانت المرأة حامل ما بتطف الدور بتضل بتفحص حالها كل شهر بنفس الوقت. وبعد سن اليأس وقت ما بيكون في دورة كمان تعتبر أول شهر هو يوم اللي بتفحص الثدي فيه، بس بعد ال40 مثل ما قلنا لازم سنويا عند الدكتور، قبل بين ال20 وال40 كل سنتين أو ثلاثة حسب ظروف السيدة.
طبعا الاعراض مثل ما بنقول هي اعراض، ممكن تلاقي تبدل بالحجم، نزب الحمل، حلمه، انكماش بالحلمه بترجع لورا. طبعا انكماش الحلمه هي غير الحلمه الغائره اللي بتتواجد فيزيولوجيا عند الستات مشان ما يرتعبوا. تبدل اللون، النز، عقده تحت الابط، علامه قشر البرتقال، في عده علامات بتلاحظها السيده، وهيدي لازم حكما تدفع لتراجع الطبيب. بس بنقول نحن لكل السيدات الكشف المبكر، بنتمنى كل السيدات تعمل كشف مبكر لك ما حتى توصل لهالمرحله. صحيح، تمام. فهذا هو الكشف المبكر. هلا شو بيعمل الطبيب حسب الفحص؟ بدنا نقول كمان نطمن السيدات انه فوق ال 80% من اصابات الثدي هي غير ورميه، فمو انه يعني اذا في مشكله ببطل بخاف، لا، 80-90% من الاصابات الموجوده هي اصابات سليمه، غديه وكيسات، التهابات، خراجات، او ورم شحمي. فمو يعني كل تبدل هو مرض، الاغلب هو مانو مرض، بس نحن يعني مثل ما بنقول الوقايه من الشغلات اللي بتخوفنا بدنا نحولها لشغلات انه ما بتخوفنا، لانه نحن بنقدر نتحداها ونطيب لما نعرفها ونكشفها. اكيد دكتور، بدنا نتمنى الصحه والسلامه لجميع أكيد. السيدات اللي عم تتابعونا، وان شاء الله يا رب ما حدا ينصاب، بس كثير مهم الكشف المبكر مثل صحيح. ما قلت يعني في شفاء بدرجات عاليه لما يتم الكشف أكيد. عن السرطان بشكل باكر. بدنا نقول لك شكرا كثير لك. شكرا لصباحنا غير، والصحه والعافيه لكل سوريا. شكرا لك دكتوره مها. شكرا لك دكتوره مها، وكل سنه نلتقي فيكي ومعك مزيد من الاخبار الساره والسيدات الناجيات والسيدات المتعافيات. شكرا لك. هلا حبيبي. أما هلأ نور رح نروح لحلب ومسير نفذه أبطالنا بالجيش العربي السوري جرحى الجيش. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر بتقرير مراسلنا أنس رمضان. العزيمة والإرادة والصلابة التي جعلتهم أبطالا في ساحات المعارك هي عنوان شموخهم. تزامنا مع ذكرى حرب تشرين التحريرية، نفذ عدد من أبطالنا من جرحى الجيش العربي السوري مسيرا بدأ من مدخل حلب الغربي باتجاه محافظة حماة مشيا على الأقدام. هذا المسير هو أول انطلاقة لمؤسسة جولة. نحن كثير سعداء أنه نرافق جرحى الجيش العربي السوري وتكون أول انطلاقة، لأن هذا المسير طبعا هو من دوار الموت بحلب شهباء إلى محافظة حماة. نحن كثير مبسوطين أنه نكون موجودين مع هذول الأبطال اللي قدموا أرواحهم ودمائهم كرمة لعيون الوطن. وبهي المناسبة هن نحبوا شباب، طبعا هي فكرتهم، هن نحبوا أنه يقوموا بهذا المسير. بمناسبة 26 حبينا نعمل مبادرة نطلع مسير من حلب لمدينة حماة. بهالمناسبة الحلوة كتير علينا قلوبنا هو نصر 26. نهدي تحياتنا لكل زملائنا في الجيش العربي السوري، نترحم على الشهداء والشفاء لجميع الجرحى. اليوم نحن متواجدين من مدينة حلب، مدينة الشهداء، هذه حلب الصامدة، لنقوم بمسير تخليدا ووفاء لدم شهدائنا، شهداء الجيش العربي السوري. سوف نقوم بمسير من مدينة حلب إلى مدينة حماة تخليدا ووفاء لدم الشهداء. بمناسبة 26 حرب تشرين التحريرية، وطالعين مسير من حلب لحماة جرحى الجيش العربي السوري عشان نمجد هاي الذكرى العظيمه لسوريا الحبيبه. كل سنه وانتم سالمين، كل سنه وانتم سالمين للجيش العربي السوري جميعا ولامهات الشهداء بالاخص. كل عام وانتم بألف خير. نحن صحيح ضيعنا شيء من اوضاع من جسدنا، من شيء مننا، من خاصيتنا، بس المهم ما تروح البلد، البلد غالي. كل عام وانتم بخير. مشهد يشبه تضحيات ابطالنا في حرب تشرين التحريريه التي سطر جنودنا اروع ملاحم البطولات والتضحيات والانتصار. أما هلا سلمى، كالعادة لازم يكون التميز والإبداع السوري له خصوصية برحلتنا الصباحية، قدرات خاصة، مهارات استثنائية في الحساب الذهني أظهرها طلاب المشاركون ضمن تحديات علمني 2020 ضمن تجارب واختبارات مختلفة.
تنمية القدرات اللامحدودة عند الطفل، لنتعرف على تحديات علمني وأبرز ما تم العمل عليه خلال هالعام. معنا الآنسة نعمة حمودي مدربة حساب ذهني، وأيضا رح نتعرف على مقدرة استثنائية في الحساب الذهني والتي حازت على المركز الأول عالميا في الحساب الذهني حلا فراس محمود. يسعد صباحك. بونجور الكوت. صباح النور. صباح الخير، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي استاذة نعمات، واهلا وسهلا فيكي حلا، يسعد صباحك. صباحك. صباح الخير. رح نبلش مع حضرتك استاذة نعمات، يعني عام 2020 علمني كان في نتائج مبهرة مثل ما شايفين مع حلا، خلينا نحكي اكثر عن علمني بعام 2020. مؤسسة علمني هي خاصة بمهارات التفكير كحساب ذهني، كألعاب ذكاء، وحتى ذاكرة ذهبية ومهارات أخرى. طبعا هي بتهدف لتنمية وتنشيط القدرات العقلية عند الأطفال. كل سنة طبعا في عنا تحديات، لكن كل سنة كان في تميز بالتحدي، عم بيكون في شيء جديد، في شيء أرقى، في شيء أكثر تحدي. السنة كان التحدي على مستوى عالمي بمشاركة عدد من الدول، استراليا وألمانيا ومصر والإمارات والأردن وعدد من الدول. طبعا بحكم الظرف وجود كورونا فكان في تحدي كله أونلاين، وتم تسجيلات فيديو وتحكيمها من قبل لجنة تحكيم خاصة. بالتحدي التالي طبعا التحدي بيمر بمراحل، كل مرحلة بتتميز بمهارات معينة. يعني كان في مثلا المرحلة الأولى كان عبارة عن كيف استخدام الأباكوس اللي هو الآلة المستخدمة، المعداد المستخدم بعمليات الحساب الذهني، كيف استخدامها بجودة وإتقان، لأنه كان السنة هو عنوان عام الجودة والإتقان. وتم استخدام الأرقام بأي لغة بيختارها الطفل غير اللغة العربية والإنجليزية. فطبعا في أطفال اختاروا ألماني، في أطفال تركي، في أطفال لغة فرنسية. المهارة الثانية تغيرت، كانت هي عبارة عن حفظ عدد من البطاقات وبنفس الوقت تطبيق الأرقام كمهارة على الأصابع وبنفس الوقت باللغة اللي بيختارها الطفل. هلا المرحلة الثالثة اللي كانت هي تحدي الحساب الذهني، إجراء عمليات حسابية على مهارة الأباكوس ومهارة الأصابع ومهارة الخيال. طبعا بالمرحلة الثالثة تم التحدي أونلاين بين اللي الأطفال اللي أكيد ما قدروا يكونوا موجودين، وجزء من التحدي كان مباشر بالمؤسسة، لكن كل الأطفال اللي فازوا بهي المرحلة نقول عالميا ومنهم حلا محمود هن اللي كانوا جدا كتير متقاربين بنفس المستوى، يعني بنفس قوة التحدي. فمع فراس طبعا في أطفال وصلت للمرحلة الأولى، لكن حسب الفئة العمرية، يعني احنا عندنا فئات عمرية مثلا مواليد 2007-2008 هني فئة لحالهم، 2013-14 فئة لحالهم، فكل فئة كان في عدد من الأطفال تشاركوا بالمركز الأول عالميا. حلا أول شيء بدنا نقول لك مبروك فوزك بالمركز الأول. خلينا نحكي عن هي المشاركة، وكل اللي يمكن الأولاد اللي عم يتابعونا عندهم دائما مشكلة مع الرياضيات، أنت اخترتي الأصعب الحساب الذهني والأسرع، قديش بده قدرات استثنائية. أنا هي تالت مشاركة لي بالحساب الذهني، تالت مسابقة، وكل مسابقة بتكون أصعب من الثانية وأكثر دقة. مثلا هذا التحدي كان فيه انه ذكر عدد من البطاقات باي لغه يختار الطفل ما عدا لغه الحساب، اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. انت اي لغه اخترتي؟ انا اخترت التركيه. وانا طبعا بتشكر المؤسسه تعلمني ونيابا عن كل الاطفال اللي عم تدعمنا وتقدم برامج مفيده عنا. وبالمرحلة الثانية اللي هي نهائي التصفيات كان عندنا الحساب الذهني، مهارة الحساب الذهني، كنا أنا أحد الطلاب اللي فزنا عالميا على الدول كلها. إنه أنا كنت سعيدة جدا لأنه كان في من كل الدول العربية وأجنبية من أستراليا والأردن وجميعها، وأنا سعيدة جدا. ونحن سعيدين فيكي. يعني استاذة نعمت حكيتي انه في كان كثير دول مشاركة بالتحدي، خلينا نحكي عن المراحل اللي بيخضع لها الطلاب خلال فترة التحدي.
اوكي. هلا طبعا في مرحله اللي هي التدريب لحتى يتعرف الطفل اول شيء انه شو شروط التحدي، لانه مثل ما حكينا كل سنه عم بيكون في تحدي ضمن شروط معينه، عم بيتم الاستفادة طبعا كتجربه من التحدي السابق، وعم يهدف الشروط تهدف لرفع مستوى التحدي السنة أكثر من السنة الماضية. ليش؟ لأنه نحن عم نكتشف من خلال تدريبنا أنه الأطفال عندهم قدرات عالية، في عندهم قدرة على التعلم أكثر، عندهم قدرة على الاستيعاب، وبنفس الوقت هني طموحين وشغوفين يكتشفوا حالهم أكثر. فكانت التحديات هي بمثابة أنه الطفل يكتشف قدراته لحتى يشتغل عليها طبعا بمساعدة المدربين. هلأ الفترة اللي هي قبل التحدي طبعا بيكون في تحضير بإشراف مدربين مختصين، كل مدرب مع أطفاله بيحطوا تحت جو التحدي لحتى يعرف هو لوين مقبل. بس بنفس الوقت بيرفع المدرب سوية التحدي خلال التدريب، لأنه نحن بنفس اللحظة لما منكون بالتحدي المباشر ما بيعرف الطفل شو ممكن يصير في تعديل بالتحدي لو كان شيء بسيط، لأنه الهدف نحن ما نكون فوتوكوبي ورايحين إن نعمل شيء، لازم نحن نكون جاهزين لهيدا التحدي حتى إذا صار في إجراء تعديل بسيط فهو لازم يكون جاهز. فبيتم تدريب تحدي على كل المهارات، فهي مهارة الحساب الذهني مثل ما حكينا هي فيها استخدام أصابع واستخدام الأباكوس المعداد، طبعا هيدا هو، واستخدام الخيال. هلأ الهدف الأكثر هو أنه نحن نسعى لتنشيط الخيال عند الأطفال، لأنه الخيال هو أساس الإبداع. الطفل عنده قدرة على التخيل، لكن إسا هو ما بيمتلك مهارة استثمار الخيال، ولكن بطريقة صحيحة تخدمه لحتى هو يبلش يحط أساس للإبداع لخطواته القادمة. هيدا الشيء بيلعب دور المدرب من خلال الحساب الذهني، وحتى من خلال برامج تانية كالذاكرة الذهبية، وهو برنامج جديد نحن طبعا عم نشتغل عليه، تمام، وهو برنامج جديد الأول بسوريا، برنامج كتير رائع داعم لبرنامج الحساب الذهني. الهدف إنه نحن مثل ما قلت الأطفال عندهم خيال، ممكن يستخدموه بطريقة عشوائية، ممكن يتخيلوا أشياء غير ظريفة أو غير جيدة، بيتركوا العنان لخيالهم، لكن نحن حنترك العنان للخيال، حنعلمهم كيف يجذبوا أفكار مبدعة وأفكار رائعة وابتكارات، لكن يعرف كيف هو يكون قائد هيدا الخيال، يوصل فيه لخياله لمراحل كتير رائعة من الإبداع والابتكار. طوع خياله يعني بإيده. تمام. خلينا نبلش مع حلا ببعض تمارين حساب الذهني هلا. أوكي يلا حنبلش هلا. هلا حنستخدم آلة الأباكوس، خلينا نجرب على الأباكوس حلا. يلا حطي هون بعد إذنك مالي. أوكي يلا 549 122 ناقص 315 335 552 جواب 1243. طيب خلينا نجرب هلا، نجرب خيال. يلا 123 252 115 ناقص 268 343 جواب 655. طيب خلينا نعيده أباكوس نتأكد منه. 123 252 115 ناقص 268 343 جواب 565. 565 نعمل خيال. يعني حتى لو واحد عم يكتبها على الآلة الحاسبة وراكي لحتى يلحق يكتب الأرقام ويعمل الطرح والجمع والناقص، ما مو مثل هالوقت اللي عم تاخده حلا يعني. فأنتم مو بس عم تتدربوا على انه هي فعلا عم تعمل عمليات حسابيه، هي عم تنجزها باجزاء من الثانيه العمليه الحسابيه. تمام. هو هي العمليات الحسابيه عم بتتم، فينا نقول بالبدايه كتدريب نحن منبلش ندرب على هدوء، يعني لانه انت بدك تطلعي مراحل مراحل مع الطفل. ليش؟ لانه في مستويات، في عنا قواعد، كل مستوى في قاعده معينه بده يتعرف عليها الطفل ويشتغل عليها عدد من التمارين ليحقق هيدي المهاره. فكل مستوى في قواعد من التمارين، كل ما طلعنا مستوى عم بيصير في خلينا نقول
صعوبة أكثر من المستوى اللي قبل. طبعا نحن بالمستويات عم بيتم فيها المراعاة الفئات العمرية. عفوا الفئات العمرية. فمع الوقت مع التدريب هو الطفل بيمتلك هيدي المهارة بطريقة أفضل بطريقة أسرع، فبصير عنده إتقان لاستخدام هاي المهارة. نعم. فبصير في سهولة بتلقي الأرقام وحل التمارين. نعم. خليها تجرب وانا رح اجرب على الموبايل على بس لاشوف اذا انا بلحق اكتب اساسا الارقام وهي عم ثواني بس يلا. 64 ناقص 22 دقيقة ننطر بس للحاسبة الثانية يلا. يلا 64 يلا ناقص 22 ناقص 33 45 42 ناقص 13 ناقص 13 21 ناقص 15 ناقص 34 جواب 42 تمام 42 تمام ما لحقت. خلينا نجرب تمرين ثاني. جاهزي خيار؟ طب سهلي علي التمرين انا بدل هلا. يلا اوكي. 96 ناقص 21 19 ناقص 53 12 21 ناقص 13 ناقص 40 17 50 جواب 88 يس 88 اوكي. في عنا مهارة اسمها مهارة الأصابع نجرب. يلا 56 ناقص 43 42 18 ناقص 11 15 ناقص 20 ناقص 28 17 ناقص عفوا سوري 32 هلا اوكي 78 78 برافو اوكي 78 صار في خربطه بس عرفت الجواب. سوري انا اللي خربطت بس ما بعرف عليك كانت ذهنها موجود. خلينا نحكي كانت عم تحكي الانسه نعمت عن التدريب المستمر للطلاب من خلال التحديات والتمارين. قديش التدريب كمان بيفرق معك؟ يعني انت عندك هي الموهبه بس التدريب كان بالنسبه لك اعطاكي شيء يعني خلاكي اسرع خلاكي يعني بالتحديات الثانية تكوني أسرع يعني من رفقاتك. كل منافسة بتكون أصعب من الثانية وأدق وأنا يعني كل منافسة نمو أدق وأكبر وأكثر بحاول إنه أحسن وكل مرة فشلت فيها بحاول يعني ولو خسرت بتحدى حالي حتى فزت وهي السنة فزت فيها وأخذت الأول عالميا وأخذت الكأس. نعم. طيب حلا كم ساعة بتتدربي تقريبا باليوم وقد ايه يمكن صار في عندك متعة صرتي تحسي انه هي جانب مانو دراسي مع انه هي فعلا تحريك كل الذهن يعني؟ ايه تمام. مثلا بايام المدرسة وقت اللي بخلص دروسي برتاح ربع ساعة بس هالربع ساعة برتاح حساب يعني بعتبره تسلاي حتى بالراحة. ايه بعتبره تسلاي يعني ربع ساعة ويعني بدل راحة انه اقعد وهيك على التلفزيون برتاح فيها ربع ساعة حساب ذهني او ذاكرة او شيء والمسويات قبل ما انام والصبح في على المدرسة بأي وقات الفراغ كل هالتدريب. انسة نعمت كمان كنا عم نحكي ضمن التحديات اختيار لغة للمشاركين من الأطفال غير اللغة العربية واللغة الإنجليزية كمان هذا جهد عليهم إضافي. هلا هي الفكرة كانت مميزة كتير يعني مثل ما قلنا هلا المؤسسة دائما في عندهم شيء جديد يعني هني حتى هني ما بيكونوا فوتوكوبي عن حالهم كل سنة لازم يكون في شيء جديد. هو هالسنة استخدام اللغة كان شوي مفاجئ لبعض الأطفال لكن كان الهدف إنه لازم الطفل نفتح افاقه انه يكون عندك اكثر من لغه يعني هي كانت اشاره او كانت مفتاح للاطفال الشيء اللي عندهم يبلشوا انه انت لازم يكون عندك اكثر من لغه. لو انه نحن بلشنا باستخدام فقط الارقام بس الجو اللي عاشوا فيه انه يبلش يتقن لفظ الارقام بلغه ثانيه. هلا اخترنا لغه غير الانجليزي والعربي لانه ديريكت العربي عم بياخذها بالمدرسه ونفس الشيء الانجليزي. ف بلش هو عنده نوع تحدي جديد بالنسبة لإلهم كفئات عمرية. بالنسبة لإلهم هيدا تحدي ما رح أقول صعب بس كمان مانو سهل لحتى يحفظوا الأرقام بلغة تانية. أي تحدي عم ينوجد مو هدفه مباشر إنه أنت تتقن لفظ الأرقام أو تتقن أي هدفه يتعلم مهارة هو عم بيكون في شيء غير مباشر اللي هو إنه أنت تعرف على حالك اكتشف حالك تحدى حالك
وبنفس الوقت انه الطفل يبلش يحب حاله، يكتشف انه انا عندي امكانيات. يعني لما عم تعطوني مفتاح اي شغله عم تفتحوا عندي باب اي شيء انا عم بتقنه او انا قادر اتقنه او انا لازم اتعلم كيف اتقن اي مهاره، ولو كان انا عمري صغير انا عندي امكانيه لازم اعمل ارضيه. وهيدا الشيء كثير بيكون بمساعده المدربين ليدعموا هيدي الحاله، لانه هي بتبدا شيء نفسي عند الطفل، انه احنا ندعمه نفسيا يكون واثق بحاله. ولازم بعد هيدا الدعم نرجيه على ارض الواقع انه انت قد التحدي. اكيد يعني بعالم الارقام الوقت دائما بسرقنا معكم، لانه انتم سرقتونا بالارقام وابهرتونا. شكرا كثير لوجودكم معنا وموفقين. موفقه حلا. شكرا كثير، شكرا لكم، وشكرا لمؤسسة تعلمني الداعمة للأطفال بكافة مهارات التفكير. شكرا كثير. نشكرك أكيد أنسة نعمت، ونتمنى لحلا التوفيق بجميع المسابقات القادمة، نرجع نستضيفها مع إنجازات جديدة. شكرا كثير لك. شكرا. أما هلا سلمى بننتقل لحلب، فقد أقيم على خشبة مسرح نقابة الفنانين بمناسبة الذكرى 47 على حرب تشرين التحريرية بحلب حفل وطني تضمن فقرات غنائية وطنية وفيلم بانورامي. التفاصيل مع مراسلنا بحلب وليد هناي. بمناسبة الذكرى 47 على حرب تشرين التحريرية وتحت عنوان تشرين من الانتصار إلى التحرير، أقيم على خشبة مسرح نقابة الفنانين في حلب حفل وطني بدأ بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية وكلمات تعبر عن اعتزازنا وفخرنا ببطولات وصمود جيشنا العربي السوري. رح نغني بعض الأغاني الوطنية لنستذكر هاللحظات الجميلة اللي أنا كنت طيبا طفل لما عشت، يعني يافع عشتها، لحظات لا تنسى أعادتنا كرامتنا، أعادتنا شرفنا، حسستنا بأن الأمل موجود والحق لا يموت ووراءه مطالب ولو دامت السنوات. مناسبة يعني أنا بنظري الشخصي أعطتنا ميلاد جديد لسوريا من بعد حرب تشرين التحريرية، وبهالليلة إن شاء الله حنقدم مجموعة أغاني وطنية بتدل من قلبنا من شعورنا على فرحتنا بانتصار جيشنا العظيم الجيش العربي السوري بهالمناسبة هاي. نحن طالعين حتى نعبر عن فرحنا بهيدي الذكرى، وإن شاء الله أنه الحفل ينال إعجاب الجميع. هذا نصر ما بعده نصر، ونحن بكل سنة نفرح كثير لهذا النصر، ونتذكر شهدائنا اللي قدموا أرواحهم وقدموا دمهم فداء لهذا الوطن. ذكرى راسخة في عقولنا، ويعني ما في بيت ما في عائلة إلا قدم شهداء وقدم دماء زكية في سبيل نصرة الوطن. الحرب والفداء تضمن الحفل فيلما بانوراميا عن ذكرى حرب تشرين التحريرية التي شكلت ملحمة بطولية مشرقة، بالإضافة لفقرات غنائية وطنية وضعت الجمهور في أجواء من الفرح بذكرى انتصارات جيشنا العربي السوري. وصلنا لمساحتنا الطبية، وكثير من الأشخاص بيهتموا بالعناية بصحة أسنانهم وأكيد المظهر اللائق للأسنان. رح نتعرف على موضوع اليوم بالتقرير التالي. قد يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الأسنان الشديد عند تناول الطعام الساخن أو البارد، سواء كان ذلك انزعاج طفيف أو مؤلم، فما السبب؟ السبب طبياً يكون ناجم عن تآكل من الأسنان وغياب أي نوع من أنواع الحماية لعاجي السن، وبالتالي تراجع اللثة واختفاء الأنسجة فينكشف عمق السن. وما إن يكون الفم مفتوحاً ويدخل الهواء البارد إلى داخله أو عند شرب وأكل الطعام البارد أو الحلو نشعر بالألم، وهو ما يطلق عليه حساسية الأسنان. لنتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة وما الحل الطبي. الجواب مع ضيفتنا الدكتور دانا مسلم، اختصاصية في علاج الأسنان وجراحتها.
سلمى، مثل ما قدمتي هلا التقرير وصلنا لفقرتنا الطبيه لنحكي اكثر عن حساسيه الاسنان. يمكن كثير من الناس يعني يتابعونا بيعانوا منها وعلاجها. معنا الدكتوره دانا مسلم، اخصائيه في علاج الاسنان وجراحتها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بونجور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتوره. بونجور. يعني دائما في كثير اشخاص بيعتنوا باسنانهم وبيحاولوا انه هن دائما يخلوا اسنانهم نظيفه، ولكن بيشعروا بالالم اثناء تنظيف الاسنان، اسباب هي الشيء؟ هلا موضوع الالم اللي عم تحكي عنه او الحساسيه هي اللمعان بيصير رغم العنايه مثل ما تفضلتي، لانه احيانا بحس انا انه السبب هو العنايه الزائده، يعني في اشخاص بتبالغ بالعنايه بتنظيف الاسنان اعتقادا منها انه هذا الشيء يعني جيد، فتفريش الاسنان بهي الطريقه اللي مثلا راضه او عنيفه فيها حتى للاسنان بتعمل على تاكل طبقه المينا، فنحن حساسيه الاسنان مرتبطه ارتباط مباشر بتاكل طبقه المينا اللي هي طبعا بتحيط بالسن، الطبقه الخارجيه للسن مسؤوله عن حمايه، فهي بتحمي الطبقات الداخليه للسن اللي هي العاج واللب السني اللي هي اكثر حساسيه هي الطبقات، فلما بنفقد طبقه المينا بتصير هي الطبقات الداخليه عرضه للمنبهات الخارجيه والمؤثرات الخارجيه، فبصير عندنا هاللمعان وهالالم او الازعاج. بس قلتي نقطه كثير مهمه، يعني هو السبب الاساسيه للحساسيه هو طبقه المينا. تمام. في ناس من خلال مثل ما قلتي بالبدايه من خلال يمكن الاهتمام الزائد، بس ممكن يكون احيانا منشا يعني طبقه المينا من خلال الولاده، في عنده نقص بالكلس، من خلال تقويم الاسنان، ممكن يكون في مشاكل إلى علاقه بهي الحساسيه. ممكن طبعا ممكن، هلا ممكن انه في اشخاص بطبيعه الحال ان اسنانهم حساسه لانه طبقه المينا عندهم بتكون رقيقه، بس لا غالبا هي المؤثرات الخارجيه اللي عم نحكي عنها هي اللي بتعمل على تاكل طبقه المينا، مثل تفريش الاسنان انه بشكل راض عنيف، استخدام فراشي الاسنان الشعيراتها خشنه او قاسيه، هذه العمليه الحد طبعا مع التكرار هي اللي بتعمل هالاهتراق بطبقه المينا، او مثلا في اشخاص عندهم عاده اكل البزر، ادمان على اكل البزر، فبتلاقي اسنانهم هيك فيها تاكل، فهي التاكل بهالمنطقه عم يفقد لي طبقه المينا فبصير عندهم حساسيه. في اشخاص كثير عندهم ادمان كمان على المشروبات الغازيه اللي فيها نسبه عاليه من الاحماض، بنعرف انه بنسميها مشروبات الحامضيه حتى، فالحمض هذا كمان مع التكرار بيخلي وسط الفم كله وسط حامضي وبيعمل ايضا على اهتراق، بتفقد تمعدنا طبقه المينا، لهيك نحن بننصحهم انه يخففوا او لازم مضمضه بالماء حتى ما تضل هالاحماض على تماس مع سطح السن، فبالعكس هي يعني العادات اللي بنعملها وبنقوم فيها مثل ما قلنا المبالغه بالتنظيف، في ناس بتفرش اسنانها 4 أو 5 مرات كمان هذا مو شيء جيد، نحن 2 لـ3 مرات كافي، فيعني المبالغه بكل شيء كمان هذا بياثر بيعمل لي هالنوع من الحساسيه. اكيد. طيب دكتوره كمان في كثير من الناس اللي هي خاضعه للحشوات التجميليه بيسالوا هل الحشوات التجميليه او تجميل الاسنان بالعموم بيؤدي لحساسيه الاسنان ممكن يكون سبب؟ هلا ممكن، هلا الحشوات التجميليه احيانا بتكون هي احدى الخيارات العلاجيه لهالنوع من الحساسيه، يعني نحن لما بنفقد طبقه المينا وهي الطبقه غير قابله ما بترجع تنوجد، يعني ما ممكن تتشكل مره ثانيه، فهون شو بده يكون الحل؟ انه نحن بنستعين بهالحشوات التجميليه لنعوض نغطي طبقات السن الداخليه وحتى نخفف اللمعان على المريض، فهي احدى الخيارات العلاجيه، بس امتى ممكن تؤدي لللمعان؟ بده يكون بصراحه خطا من الطبيب، خطا بالتكنيك تبع تطبيقها، يعني في احيانا الام تاليه للحشوات التجميليه بس بتكون في خطا بتطبيق المراحل، او انه بتكون حوافه خشنه، حوافه سيئه بتسيء للثه يلي هي بتحمي السن كمان وبتغطي جذوره، فبتنكشف هي اللثه وبصير عندي اللمعان، تنكشف اعناق الاسنان، فبهالحاله بس ممكن انه الحشوات تاذي او تسبب هالحساسيه. يعني فينا نقول يمكن اللثه كمان لها علاقه بحساسيه الاسنان. اكيد، يعني مثل ما قلنا حساسيه اللثه او انكشاره او اي اجراء بسيط طبي ممكن ياثر على الاسنان. هلا شوفي مثل ما المينا الانامل هي اللي حكينا عنها بتحمي السن، ايضا اللثه بتحمي جذور الاسنان بتغطيها، فهي دورها ايضا دور حمايه، حتى بنسميهم هدول خط الدفاع الاول لحمايه الاسنان اللي هي طبقه المينا ومن اقصى النسج بالجسم، فهي صعب اصلا انها تهترق او تتاكل، ومع هيك بيصير من الحموض ومن الاخطاء اللي حكينا عنها. بالنسبه لللثه ايضا كمان تفريش الاسنان بطريقه راضه هي اللي فيها هيك قوه، تطبيق قوه، نسيج اللثه رقيق فكمان بيسبب لها تهيجات والتهابات، بتتراجع هاللثه بتنكشف الاعناق الاسنان فبصير ايضا لمعان، فلازم نحن كمان نلاحق اي مشكله لثويه او التهاب باللثه حتى يعني نتجنب هالحساسيه. نعم. يعني دكتوره حكيتي انه المينا لما بتروح او بيفقدها السن ما بترجع بتتشكل. تمام. وبالتالي نحن بنصير بحاجه لتعويض هذا الشيء لما بدنا نعالج المريض. انشهر يعني عبر السنين دائما
من خلال اعلانات التجاريه للماركات لمعجين الاسنان انه في معجون مخصوص لحساسيه الاسنان. صح. هل هذا الشيء فعلا بياثر؟ نوع معجون الاسنان بياثر للاشخاص اللي عندهم حساسيه وممكن يكون هو مخفف ولا لا؟ نحن العلاج حصرا بده يكون مثل ما قلتي اما بتركيب شيء من الخارج او في خليني اقول ادوات ثانيه او نصائح ثانيه لعلاج حساسيه الاسنان. لا الحقيقه صحيح. هلا بغض النظر عن العلامات التجاريه، معجين الاسنان بس اللي بيهمنا نحن كاطباء انه نركز انه يكون فيها فلورايد. ماده الفلور او الفلورايد هي بتعمل على اعاده تمعدن طبقه المينا، فبتحافظ على المعادن اللي فيها، فبصير من الصعب انها تتاكل. فبالعكس نحن في اشخاص نوصف لهم فعلا من التعليمات الوقائيه انه ياخذوا معجون اسنان خاص بحساسيه الاسنان لانه بيكون فيه نسبه الفلورايد عاليه وبتساعدنا على تمعدن هالطبقه. احيانا نوصف لهم مضامد فمويه، كمان المضامد يكون هاي الغسولات حاوية على الفلور، فكمان هاي ممكن نطبق فلور بالعيادة. يعني في عدة أمور ننصح الأشخاص اللي عندهم هالحساسية إنه يتبعوها، لا بتساعد أكيد وتخفف من هالوجع. ذكرتي ببعض الإجراءات لعلاج حساسية الأسنان، خلينا نحكي عن العلاج. يمكن درجة حساسية الأسنان تختلف، فيمكن صحيح. علاج من شخص لشخص كمان بيختلف. مزبوط. يعني في اشخاص بتقول لك انزعاج خفيف، في عالم بتقول لك انه لمعان شديد ما بقدر اشرب مي بارده، فكمان يعني بتختلف حسب ما نعرف اول شيء السبب. التشخيص الصحيح دائما بياخذنا على المعالجه السليمه، فحسب كل شخص شو المشكله او شو المسبب عنده. مثل ما قلت هلا في اشخاص بنوقفهم عن البزر، بنوقفهم عن يعني المشروبات الغازيه او الحامضيه، العصائر اللي فيها كلها محليات وفيها احماض، كمان بنحاول انه يتجنبوها، واذا مصرين عليها يشربوها بس بالشريمون يعني بالسترو حتى تكون التماس اقل مع الاسنان، يعني فورا يبلعها. كمان بنقول لهم مضمضه بعدها. في كثير نصيحه بحب اقولها كمان انه اي تناول يعني الليمون اللي فيه حمض، اكل او شرب بنعرف انه فيه حمض، ما نفرش اسناننا مباشره بعد الانتهاء من الطعام او الشراب. ليه؟ لانه عمليه الحت تبع تفريش الاسنان مع الحمض الموجود نحن هيك عم نهري المينا بشكل اسهل واسرع، فنحن بنأجل تفريش الاسنان لبعد ساعه لساعتين من تناول مشروبات غازيه حامضيه او حتى الطعام اللي فيه حمض. كثير مهمه لانه ناس بتفكر العكس. صحيح. لا ما تصير مباشره بس تفريش الاسنان ابدا، نترك مجال ساعه ساعتين لحتى نقدر بعدين نفرش اسناننا حتى ما نزيد من التاكل والاهتراء بهي الطبقه او نسهل العمليه عليها. نعم. كمان دكتورة كامنا نسألك عن بعض الطرق اللي بيسعى الناس فيها لتنظيف أسنانهم، من خلال مثلا بنعرف في بودرة مخصوص مثلا الأشخاص اللي بيدخنوا بيكون فيها نسبة عالية من المواد اللي هي بتحف مثل ما بيقولوا التصبغات اللونية، أو في أشخاص صاروا يجيبوا الآلات اللي هي بالبيت ويحطوا فيها معجون مخصص ويحطوها. قديه ممكن تكون صح وممكن تأذي وتؤدي إلى انه المينا تروح ويصير في حساسيه اسنان؟ صحيح. كثير بنسمع عن وصفات منزليه فيها اللي بيقول لك ملح، نترات، فحم، يعني خل مع ليمون. هلا هي يمكن بيلاقوا نتيجه لانه هن نتيجه الحت اللي حكينا عنه، يعني هن صح اخذوا يمكن نطفوا اسنانهم او حسوا ببريق معين، بس هذا مع تكراره لو مرتين ثلاثه حنلاقي انه صار في خشونه بسطح السن، معناتها نحن فقدنا طبقه المينا، فنحن بالعكس عم نعمل على تاكلها وعلى حتى وعلى اهتراءها بهالحموض هي اللي عم نستخدمها، الخل، ليمون، الملح، كل هذا. فتبييض الاسنان بيصير بيتم ضمن يعني رعايه طبيه مثل ما بتعليمات الطبيب، يعني هون بيكون محمي النسج اللثويه، عيارات معينه. اما نحن هيك عشوائيا بهي الوصفات لا، اكيد في ضرر، والضرر بيصير لو شافوا نتيجه حلوه بس هي لها اثار كثير سلبيه، ومنها نحن عم نخسر طبقات السن مع الوقت وعم نتسبب لانفسنا بهاللمعان وهالانزعاج يعني. طيب دكتورة خلينا نحكي معك كمان عن حساسية الأسنان عند الأطفال، هل تختلف عن الكبار؟ ويمكن الأطفال هن أكثر عرضة لأنه من خلال الأكل المستمر للأكلات الطيبة للسكريات كمان بينعكس سلبا على أسنانهم. صحيح. هلا عند الأطفال ممكن يصير هالنوع من الحساسية، هو أقل من عند الكبار حقيقة، لأنه هن أصلا ما بيتناولوا هالمشروبات الحامضية أو شيء، بس ممكن تصير نتيجة السكريات اللي بيتناولوها، البونبون، الحلو، فالسكر بيعمل لي تسوسات بالأسنان، وبالتالي هي التسوسات بتعمل أيضا كمان تسوس، يعني عم نفقد الطبقة الخارجية للسن، بصير عندهم آلام وانزعاجات، هون هي صار تسوس
ويجب معالجته قبل ما تتفاقم يعني الموضوع. أكيد. يعني بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك، ما حسنا بالوقت، وبنتمنى الصحه والسلامه للكل. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. بنشكرك اكيد، ومثل ما قلتي يمكن الاهتمام الزايد بياثر سلبا على الاسنان، لهيك الاهتمام المعتدل هو بيكون معتدل والصحيح، طريقه صحيحه. شكرا كثير لك دكتوره. شكرا لك. اما هلا نور رح ننتقل مباشره لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتي بشرى زيني. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير سلمى، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. جددت سوريا التأكيد أن حرب الإرهاب التكفيري وحرب الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات القسرية الأحادية ضدها تشكل العوامل الرئيسية للمعاناة الإنسانية وللنزوح القسري للسوريين، مشددة على ضرورة دعم جهود الحكومة السورية في الاستجابة للأوضاع الإنسانية فيها وتسهيل عودة المهجرين بعيدا عن تسييس هذا الملف. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4504 حالات. وذكرت وزارة الصحة شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1198، ووفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 212. أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن يريفان لا تنظر حاليا في إمكانية عقد لقاء بين الوزير الأرميني ونظيره الأذربيجاني على خلفية النزاع الجاري في الإقليم. ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم الوزارة أن نجداليان قولها إن اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد في المرحلة الحالية. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزير مما دياروف سيتوجه الخميس إلى جنيف لإجراء لقاء مع الوسيط الدولي في نزاع ناغورني كارباغ. قالت السيناتور كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة إن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة كورونا تمثل أضخم فشل في التاريخ الأمريكي. وأضافت هاريس خلال المناظرة الوحيدة مع نائب الرئيس مايك بينس أمس وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية إن الأمريكيين كانوا شهودا على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ أمريكا. بدوره قال بينس مخاطبا هاريس إنك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح يمكن أن يتم إنتاجه أثناء إدارة ترامب، وهو أمر غير معقول. ختام الموجز، عودة إلى استوديو صباح نغير. شكرا لك بشرى من غرفة الأخبار، وأكيد هدينا مستمرين بمحطات صباحنا غير، ووصلنا لمحطتنا الختامية نور. أكيد سلمى، بننتقل من عالم السياسة لعالم الفن. وجهات نظر فنية مختلفة اجتمعت في مكان وزمان واحد ضمن ملتقى عين الشرق للتصوير الزيتي، وبين لوحات زيتية عكست رؤية مبدعيها ومنحوتات حملت بصمة فنانين بتجربة فنية فريدة رح نتعرف عليها أكثر مع الفنانة التشكيلية نهى جبارة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، يسعد صباحك. يعني رح نبلش مع حضرتك من طبعا ملتقى عين الشرق للتصوير الزيتي، ضم عدد من الفنانين، خلينا نتعرف اكثر عن هذا الملتقى، امتى اقيم، مين شارك فيه، وشويه تفاصيل. اول شيء انا بحب اشكر الناس يلي دعونا لهذا الملتقى، هن اشخاص سوريين اكيد بيحبوا سوريا، بيحبوا الفن، بيدعموا الفنانين، بلفتة حلوة كتير منهم دعوا مجموعة من الفنانين بحدود 24-25 فنان لمنطقة سورية جميلة جدا لنقيم هذا الملتقى. الناس بيعنوا بالفن، بيهتموا فيه، بيدعموه دائما بشكل مستمر، من ضمنهم مركز جبارة التخصصية اللي هو اللي كان قائم بكل الأعمال لإنتاج هذا الملتقى ولإظهاره بالشكل الأمثل. الملتقى كان بوادي انديل باللاذقية،
بمنتج منتج على البلاج، فكان مجموعه كثير منتقاه من الفنانين، من خيره الفنانين السوريين، طبعا كلهم اخيار، ولكن كان هيك حاولوا القيمين على الملتقى انه يختاروا مجموعه فنانين من كل الاجيال، الاجيال الكبيره والوسط والشباب، تجربه جديده، وعملوا جو جميل جدا جدا. حتى المسؤول عن الملتقى والداعم لهذا كان مرافقنا كل فترة الملتقى، وكان عايش معنا حتى بجو الفنانين، مع انه بعيد، يعني هو طبيب اسنان وجراح وهيك، ولكن عاش معنا نحن كفنانين، وكان الجو كان بيتميز بالالفة بالمحبة، انتج اعمال مذهلة جدا جدا. هذا بيحكي عنه مضمون الملتقى شو كان هو؟ في مثل ما قلتي كوكبة من الفنانين ضمن هاي الملتقى، والروح الجميلة انعكست من خلال هاي المشاركة. شو تضمن الملتقى والمشاركة لكم؟ هلا الملتقى تضمن انه كل فنان بيقدم عمل من اعماله، سواء كان عمل نحتي او عمل تصوير ذاتي. او اغلب الفنانين استقوا من البيئه يلي هن وجدوا فيها، كانت يعني مناظر جميله جدا، خلابه جدا، اعطت للفنان رؤيه جماليه كثير حلوه دونها على لوحاته. حتى النحاتين كثير منهم اخذوا من البحر وحورية البحر وسمكة البحر، ففي منهم حتى يعني علما انه النحت بيضل فترة اطول لحتى تنجزي عمل فني، ولكن في بعض النحاتين كانوا من كثر ما كانوا سعيدين بهاللمة الحلوة انجزوا اكثر من عمل، وهذا الشيء كان يعني مبهر بالنسبة للجميع اللي كانوا متواجدين فيه. نعم. طيب 24 فنان تقريبا وفنانة، رقم مانو أبدا سهل طبعا، وحالة طبعا فريدة نشرتوها بوادي أنديل اللي هو أصلا لوحة فنية من الطبيعة من الخالق. خلينا نحكي عن الأعمال اللي شاركتي فيها حضرتك. هلا انا بالاعمال اللي شاركت فيها، هي انا بشتغل على البورتري بشكل عام، على التاثيرات والخلجات الداخليه للانسان، بيعطينا دائما انه انا بشتغل بورتري لانه في عندنا وجوه كثير في الحياه، بس تخلص الوجوه بيخلص البورتري، فدائما كنت الحالات يلي بتظهر فيها الانسان بين السعاده وبين الحزن، بين الفرح، بين حتى كيف بتضوي علي الاضاءه الشمس، يعني هذه المعالجه اللي انا بالعموم بعالجها. بس انا كنت اكثر حابه احكي عن الملتقى، يعني هو كملتقى كحاله فريده انه تتكرر هي الحاله لاشخاص ممكن يكونوا داعمين للفنانين. قصدك من خلال الرعايه؟ من خلال الرعايه للفن طبعا، في ناس الى دور بالمجتمع المحلي والاهلي تكون مشاركه وداعمه اساسيه تماما، لانه هو كان متميز بهي النقطه، يعني قليلا نشوف ملتقيات تدعمها شخصين او ايه، يعني بتلاقي اغلب الناس توجه نحو التجاري لحتى تحس حالها انه ما تخسر مصريات، هون عم تلاقي الموضوع مختلف، لنرعى مواهب فنيه مختلفه، وقديش بتنعكس يمكن ايجابيا عليكم انتم كفنانين. نحن هو هذا السبب اللي انعكس على الفنانين وابدعوا بانتاج اعمالهم، وان شاء الله حتشوفوه بالمعرض اللي حيقام في مركز جباره يلي هن دعموا الملتقى، فحيكون قريبا جدا وعم نعمل تحضيرات له، معرض للاعمال اللي انتجت بهذا الملتقى. وممكن يضيف الفنان عمل ثاني يعبر عن شغله خارج، يعني بالمرسم او بمنحوته او بمحترفه، فهي نقطة يعني بالنسبة لنا نحن بدنا يعني نضوي عليها لحتى دائما يكون في اشخاص يدعمونا بهي الطريقة الجميلة جدا واللي عملت تأثير كثير كثير حلو بالوسط. طبعا اكيد يعني من خلال وجودك اليوم وعرضنا هي الفكرة بحد ذاتها والحديث عن الملتقى، بنتمنى كل مين عنده حب للفن وعينه فنية انه يتوجه لرعاية الفنانين السوريين. يعني مثل ما قلتي كان في نحاتين وكان في ايضا رسامين تماما، وجود طبعا عدد كبير من الفنانين بيحفز الفنان نفسه، غير لما بيكون هو لوحده عم يشتغل بقلب الطبيعة، لا لما بيكون في فنانين اخرين. قد ايه استفدتوا من تجارب بعض، حفزتوا بعض؟ هلا هي بالملتقيات عادة بيصير الإنسان بياخذ من خبرة الشخص اللي قدامه، بيصير يتناقش معه، بيصير في حوارية مباشرة قدام الكل،
فهي هي الحواريه وهذا النقاش بيعطي كثير دفع للفنانين، بيعطي الرؤيه يلي بيكون قاعد لحاله محترف وعم يشتغل، فما بيشوف الاخطاء اللي بيوقع فيها او التكرار اللي بيكون عنده بشكل دائم. وقت بنلتقى وبنتناقش وبنحكي، وخاصه لما بيكون في اجيال من رواد الفن واجيال لسه تجربتهم جديده وبيناتهم، فهي القصة عملت كتير نوع من المحبة بيناتهم، صار في أخذوا يعني استفادة من خبرات الكبار، الصغار كمان تجاوبوا معنا، فعملوا نوع من إنه بتحسي عيلة واحدة، كله صار بده يشتغل أكثر من اللي كان مقرر إنه يشتغله، وفي كتير فنانين أعطوا 3 أعمال يعني، وهذا كان شيء خلال يومين كتير شغلة مبدعة يعني، وكتير شغلة مذهلة بالنسبة لكتير فنانين. نشكرك الفنانة التشكيلية نهى جبارة على وجودك معنا، إن شاء الله بنستضيفك أيضا بالمعرض القادم لنحكي عن المشاركة الكبيرة لكم. شكرا كثير لك. تسلمي، شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. يعني نور، لهون بنكون وصلنا لختام صباحنا لليوم، نتمنى يا رب نكون قدمنا بعض المعلومات المفيدة مع ضيوفنا الاختصاصيين. بكرة لقونا الساعة 9 بنفس التوقيت على شاشة الإخبارية، ما قدر يحضرنا يشوفنا بالإعادة أو يحضر مقتطفات على صفحة الإخبارية وصباحنا غير. ضلوا بألف خير ونهاركم كله صحة وسلامة وعافية يا رب، ونهارك سعيد. نهارك سعيد سلمى، إن شاء الله يا رب هيك نكون نهار بيحمل الخير والبركة يا رب لكل الناس اللي عم يتابعونا. دائما تحيتنا لحراس الأرض والأمان، رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. إلى اللقاء، باي باي.